شاء الله. كابتن اسامه، تحسن الاداء في الشوط الثاني عن الشوط الاول، والنادي الاهلي كان الافضل ولكن غابت الاهداف. يعني احنا ضيعنا وقت كتير قوي طبعا الشوط الاولاني و10 دقايق من الشوط الثاني، هم ليهم كره واحده بس اللي اتلعبت من الشمال وعدت من شيكودي داخل الستة ياردة، كانت فرصه هدف. لكن انت على الاقل ليك 5 فرص الشوط الثاني محققين، واحده لديانج شاطها حلو جنب القائم، واحده لكريم فؤاد في العارضه، كورتين لمودست منهم الاخيره فرصه هدف مؤكد خبطت في صدر في جسم مدافع الجونه، كره سهله جدا لكوكا جوه الستة ياردة لف وشاطها عاليه جدا. يعني ليك فرص وشكل تحسن كتير. احنا كلنا قلنا انه الاهلي مش مسيطر على وسط الملعب تماما الشوط الاولاني، وفي انا واحد من الناس قلت في 8-9 لاعبين خارج الفورمه الشوط الاولاني خارج الفورمه، وكان لازم يحصل تغيير في نص الملعب، تغيير الديانج وامام عاشور بدل قفشه وندفد. سيطرت بيه على وسط الملعب، سيطرت على وسط الملعب صحيح، وابتدى الجونة يتراجع للتلت الدفاعي بتاعه، وبقى معتمدين بس ان هم يدافعوا، اذا خطفوا كوره خطفوا، ما خطفوش ما عملوش حاجه فيها. اعتقد ان الفكر الغالب على عبد العال ان هو يطلع بالنتيجه على اقل نقطه، الشوط الثاني بالذات. لكن النادي الاهلي سيطر بعد نزول امام وديانج، الجبهات ابتدت تشتغل احسن، ناحيه الشمال ابتدى يبقى فيها شغل، ثم كريم فؤاد وتاو بدل حسين الشحات وطاهر في الدقيقه 74. وبرده ما بنعرفش ليه بنتاخر تملي زي ما كابتن شريف قال، تملي نتاخر في يعني في ناس واضح انه مش في حالتهم، مش عيب انه اغير بدري شويه. يعني لما نزل كريم فؤاد وتاو وقبليهم كان ديانج وامام ثم كريم الدبيس، عملوا تحول وابتدى كمان فرقه الجونه تتاثر من الضغط، وجالنا في خلال الشوط الثاني حوالي 7 كورنرز. الشوط الاولاني تقريبا واحده ولا ممكن ما جاتش، لكن الشوط الثاني كورنرز كتير من الجناب، تسديد، خلق فرص، سيطره على وسط الملعب اللي كنت مفتقده تماما الشوط الاولاني. العشر دقائق اللي كريم الدبيس نزلهم اشتغلت الجبهه الشمال. ايوه صحيح. يعني بس كمان التغيير جه اضطراري، يعني أيوة. هو كريم خالد عبد الفتاح وقع وجاله كرام ومش قادر يكمل، فنزل كريم الدبيس. يعني كان ممكن لو خالد عبد الفتاح ما جالوش الكرام ده وكمل كان هيفضل لغايه اخر الماتش. كريم الدبيس نزل 10 دقائق. احنا مش بنقول انه يعني انه خالد لعيب مثلا سيء او كده، احنا بس بنقول ان بقى له فتره طويله قوي، وبعدين كمان في الثلث الاخير الجزء الهجومي بتاعنا ما بيبقاش مؤثر قوي في الكرات العرضيه والحاجات دي، خاصه كمان هو بيلعب برجله اليمين. لما نزل كريم الدبيس في اخر 10 دقائق عمل 4-5 كرات عرضيه صحيح. كان سهل جدا واحده فيهم تيجي جون. فالتغييرات ما فيش شك ان فرقت في شكل الفرقه والسيطره وخلق الفرص، بس بعضها بينزل متاخر، كان ممكن تستغلهم قبل كده. على العموم هارد لك النادي الاهلي، زي ما قلت اضاع الشوط الاولاني تماما، لكنه أضاع فرصة المكسب الشوط الثاني بعدم استغلال الفرص اللي أتيحت ليه اللي كانت ممكن تديله الثلاث نقاط، لكن هارد لك وكرة القدم كده يعني. صحيح.